عزيك تركنا لأزمان دروس. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من كل مكان متابعينا الأفاضل مع مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن 2024 هنا بتحديات وانطلاقات. سابع الأيام لهذا المهرجان وأولها لسن اللقاية ولقاء اللقاية من مسافة 4 كيلومترات. الحاضرة المحتضنة لهذه الأسماء على أرضية ميدان الطايف عروس المصايف، انطلقت الشعارات المختلفة بألوانها، الشعارات المختلفة بأشكالها، وزينت لنا أرضية عروس المصايف بانطلاقة نحو النوماس ونحو الانتصار مع شوطنا السادس للقاية القعدان. زان اللقاء بتواجد الجميع، من يتابع ومن يراقب لنا هذا الحدث الهام. الصدارة نتابع، البداية نراقب، شعار ناصر بن عبد الله بن راشد بن سعيد بن نوره يتقدم، يقدم العراب. ولكن في عالم سباقات الهجن التسلل دائما مسموح، لمن تسلل الآن سفر بن سالم بن عويض بسبيحة العصيم العتيبي يقدم الجلاد، حاضر الآن من أجل تجديد الأمجاد، يتقدم الآن بخطى واثقة نحو الصدارة ونحو القمة. المركز الثالث شعار الزلزال يقدم لنا عقاب ناجي بن مسفر بن صالح بن أرزق العجمي، يقدم لنا انطلاقة وتحديات عقاب، يتقدم الآن مقدما لنا انطلاقات مع المركز الثالث بو سلطان، يتقدم الآن المركز الرابع وصل لزام، وصل سالم بن محمد بن مبارك الفيد المر للزام بإنجازاته، يتقدم الآن بالرقم 1 الآن المركز الخامس. وتابع القادم جلمود عايض بن مترك بن حميان الدوسري مع المركز الخامس. المركز السادس وصل متعب سالم بن حمد بن محمد بالقرين العامري مع المستوى السادس. المركز السابع أتابع التقدم الآن من شعار الذيب مبارك بن سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري، أيضا وصل شعار سنجار محمد بن صالح بن جابر الجابر المري مع المستوى الثامن، غير إلى السادس. المركز التاسع أتابع خلف بن راشد بن خلفان، يقدم لنا شعار الشامسي مع الصداوي. المركز العاشر نختم النداء الآن مع القادم الآن عبد العزيز بن جابر بن حمود العصيمي مع مرعب. الله يا عشاق سباقات الهجن، يا من تعشقون هذه الرياضة، 10 من المراكز، 10 من التحديات، يقدمون لنا الانطلاقات، يقدمون لنا الاندفاعات، عودتنا إلى الصدارة ومن يقودها إلى الصدارة ومن يندفع الآن مع 1200 متر الخطيرة والمثيرة. يا من يتقدم بالنور بالنور
مع الصدارة مع القيادة ناصر بن عبد الله بن راشد بن سعيد بن نور يقدم العراب لزام مع سالم بن محمد بن مبارك الفهيد المري لزام الإنجازات لزام السجلات لزام الإبداع لزام اللقاية انطلق الآن يقدم الأداء الأول مع الصدارة الله يا أبو سلطان مع الأداء الفنان مع الأداء المميز لزام 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 بالرقم واحد يتقدم مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار المثيرة مع لوحة مع لوحة 800 متر الأخيرة 500 خلاص لزام 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 انطلق الآن انطلق أبو سلطان الله على الأداء الفنان يتقدم بنوحير يقدم الإنجازات مع لزام الله يا الشاعر زانت الأبيات في هذا المهرجان انطلق سالم بن محمد بن مبارك بن وحير الفهيدة المري عصاته بالبطان لزام يلازم القمة دايما يلازم الصدارة في كل مكان عصاته بالبطان مشكور يا الشاعر مشكور يا ابو سلطان سالم بن محمد بن مبارك بن وحير الفهيدة المري ادام فنان يا ابو سلطان المركز الثاني ناجي بن مسفر العجمي مع انطلاقة إعقاب المركز الثالث فرج بن حماد بن محارب العصباني البلوي مع الحسين المركز الرابع شعار وتواجد أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي مع عناب المركز الخامس شعار عايض بن مترك بن حميان الدوسري قدم لنا جلمود مع المركز الخامس إذن مشكور يا بن وحير والعصاب الأبطان أداء فنان مع أبو سلطان لزام الإنجازات يكرر لنا الانتصار إلى يضيف إلى سجله الحافل بالإنجازات في سباقات موسم الطائف وأيضا بالموسم الماضي متابعينا الأعزاء لحظات الوصول إلى خط النهاية بدون أوامر تذكر عصاته كانت بالإبطان حتى خط النهاية معلن الفوز بجدارة في هذا المهرجان وفي هذا الكرنفال لزام 6 دقائق 14 ثانية 33 جزء من الثانية تهنينا لعشاق هذا الشعار ولملاك أيضا مشكور يا بن وحير على هذا الأداء المميز قدم لنا لزام بالصدارة وبالمركز الأول ثانيا عقاب ناجي بن مسفر بن صالح أرزق العجمي مع عقاب 6 دقائق 18 ثانية 51 جزء من الثانية المركز الثالث الحسيني فرج بن حماد بن محارب العصباني البلوي قدم انطلاقته بالمستوى الثالث مع الحسيني 6 دقائق 19 ثانية 48 جزء من الثانية المركز الرابع كان الأسد حمد بن نهيان بن سالم العامري حضر بالأمتار الأخيرة مع الأسد خامسا شعار وتواجد متر عايض مترك بن حميان الدوسري قدم لنا انطلاقة جلمود متابعين الأعزاء نجدد